نعرف بأطباقنا الخاصة مثل سينامون رولر كوستر ستاك وفيجن بان كيك برجر ستاك وفيجن تاكو ستاك. بانكيك القرفة إنه الأجمل. عليك أن تعلم أنه أكبر سر لمطعم مستر ستراكس. البانكيك في مطعمنا له جاذبية فريدة. ما جعل مستر ستاكس يتميز هو وصفاتنا النباتية الصرفة. في البداية كنا نقدم بانكيك دون إضافات، ثم بدأنا بعد ذلك بالتغيير وإضافة مزيج خاص بنا. بدأنا بصنع قائمة طعام نباتية. بالتأكيد يساعد إنستغرام مطعمنا على الانتشار كوننا نتواجد في شارع فرعي، لذا لا يمكننا الاعتماد على الناس الذين يمرون في هذا الشارع. إذن يمكننا الترويج لطعامنا الراقي من البانكيك على الإنترنت، والناس يرون ما نفعله هنا ويقولون علينا أن نذهب إلى ذلك المكان. نستبدل الزبدة والبيض بالكثير من الخلطات السرية. الطريقة الوحيدة لمعرفة السر هي أن تأتي إلى مستر ستاكس وتجرب بنفسك.